لاباس عليكم، كلشي بخير الحمد لله. اليوم مرحبا بكم في قناة أم وفاء. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا لكم لاطارت بالفواكه ان شاء الله بإذن الله. يا الله على بركة الله، بسم الله. حنا غادي نديروا دابا العجين ان شاء الله، العجين اللي غادي نوجدوا دابا، عاد الفواكه في الاخر. يلا عندنا جوج كيسان ديال الطحين، ها هما جوج كيسان ديال الطحين، جوج عواشق ديال سميتو ديال السكر كلاصي، فانيلا، صفر ديال البيضة وحدة، ثلاثة المعالق ديال الزبدة، قبسة ديال الملح. يلا بسم الله على بركة الله. كنشدوها تنديروها في هذا المول ديال الدجاج، وكان نسرحوها هكا مزيان على الجناب، هكا سيروا معاها بحال هكا تسرح مزيان باش ما تكونش غليظه. صافي شدوها حيدوا لي هذا الشيء. الجوانب تحيدو وتقادو مزيان، غير نشدو هكا نطبوها بحال هكا، اللي كملناها بسميتو الخدمة نشدوها نتقبوها ونتقبو ليها الجناب باش ما تنفخش. دابا غادي ندخلوها للفران تطيب تتحمر مزيان تطيب مزيان، وعاد نعمروها بالفواكه. دابا درنا سميتو لاطارت ديالنا في الفران، دابا طيب وجينا دابا نصاوبو لاكريم باتيسير. عندنا دابا جوج صفرين ديال البيض، وعندنا جوج معالق ونص ديال النشا مايزينا، عندنا ربعة ديال سنيدة، عندنا واحد الساشي ديال الفاني، وعندنا واحد ديال الفلو، وعندنا معلقة ديال الزبدة، وعندنا سيترو ديال الحليب. يلا بسم الله على بركة الله. نرجع معكم.
دابا بعد ما طحناه غنخويوه دابا في الطاسونه وغادي نطيبوه. ملي غنطيبوه يوجد لينا كريمه. بعد ما ردينا الكريمه ديالنا تطيب فوق البوطه جينا دابا اللي فخوي. عندنا جوج حبات ديال التفاح مقطعين وعندنا جوج حبات ديال الخوخ ها هما يا جوج حبات مقطعين تا هما وعندنا حامضه وحده وعندنا شويه ديال الزبيب جات جوج عواشق هكاك لا ولا جوج ونص دابا نعبرو وعندنا صاشي ديال الفاني وعندنا سنيده حسب الطوق. بسم الله احنايا غادي نشدو هادشي وغادي نديرو في البوطا يتشحر هكا مزيان في الحامض. ثاني دا حسب الذوق ديالكم بغيتو تكثروها كثروها ما بغيتوش تكثروها المهم نتوما الذوق ديالكم. جوج معالق ديال الزبيب وتتشد هادشي كله كتشحرو هكا شويه كتشحرو في العافيه شويه وكيجي معسل شوي تيتعسل وعاد ديك الساعات نخويو الكريم وعاد نخويو اسميتو نخويو هاد لي فخوي ونديروها في الثلاجه. هلا طاحت هي انا ملي طابت جبدناها من الفران دابا هي غنشدوها دابا نخويو فيها الكريم. ها هو شتي هو طاب خويناه نخويو دابا نقادوه نديرو عليه لي فخوي نشدوها ونطليوها كاع. حنا كنديروها تنديرو لي فخوي من الفوق نشدوها ونطليوها كامله بهاد لي فخوي كامله حتى تجي زوينه. نشدوها دابا ونعمروها ونديروها في الثلاجة تبرد. هاهي بعد ما قديناها درنا ليها لي فخوي درنا الكريم ولي فخوي دابا كلشي هادشي قديناه دابا غادي ندخلوها دابا للثلاجة تبرد. ملي تبرد نقدموها راه زوينة صحية فيها لي فخوي مزيانة للدراري ومزيانة للكبار ومزيانة كلشي. يلا البنات هلا طخت ديالنا كي تجي ها هي بهاد الشكل هكا كتجي. يلا بالصحه والراحه.